ما معنى اسم حاتم؟ يربط بعض الأشخاص اسم حاتم باسم حاز الذي يستخدمه الآخر كاسم علم مذكر، ولكن هذا الأمر خاطئ لأن كلا الأسماء على الرغم من أن أصلهما واحد وهو العربي، إلا أن المعنى الخاص بهما مختلف تماما، وذلك لأن اسم حاتم جذره الفعلي حتم، أي قضى وانتهى، وعندما جاء أمس حاتم من الفعل جاء اسم حاتم من الفعل حتم، قد جاء على وزن صيغة اسم الفاعل الذي يعني الحاكم والقاضي واللازم والواجب. بالإضافة إلى هذه المعاني يوجد معنى آخر لاسم حاتم، إلا أنه معنى يعد غير جيد خاصة عند العرب قديما، لأنه الاسم كان يعرف بها الغراب الأسود الذي يعد مصدر تشاؤم لهم ويعرف باسم المشؤوم أو الغراب البين، وقد وصفه العرب بأنه غراب ذات لون أسود، فور رؤيته يحتم الفراق والحزن، وهو مولع بنتف ريشه، ويتميز عن باقي الغربان بأنه يملك منقار أحمر بالإضافة إلى الرجلين. على الرغم من أن العرب كانوا لا يفضلون التسمية باسم حاتم في القدم نظرا للغراب المشار إليه مسبقا، إلا أن التسمية به قد جاءت تيمنا بأحد الأشخاص المعروفين في التراث العربي وبصفة خاصة التراث العربي الإسلامي، وهو حاتم الطائي الذي له الكثير من القصص المثيرة والمعروفة لدى الكثير، وأهم الصفات التي عرفت في حاتم الطائي كرمه الشديد وجوده. قد تكون الصفات التي تحلى بها حاتم الطائي من أكثر الأمور التي جعلت العرب تتناسى ذلك الطائر المشؤوم ليستخدموا اسم حاتم كاسم علم مذكر، متمنين أن يمتلك أطفالهم الصفات عينها التي عرفت عن الطائي. ومن خلال التعامل مع أكثر من شخص يعرف باسم حاتم قد تمكنا من التعرف على عدد من الصفات التي ضمنها هذا الاسم. حامل اسم الطائي هو طيب القلب وحنون على الآخرين، يحبه الناس لهدوء ولين طباعه، لدرجة أن البعض يرون أنه لا يزال طفلا من داخله لم يدنسه العالم. زوج مثالي وأب حنون، خاصة يجيد التعامل مع أصحاب الجنس الناعم والأطفال. من دلع اسم حاتم يسمى توما وحتوم، تيمو والتومي.